السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يسعد لي وقتكم يا رب. حبايب قلبي ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله حبايب قلبي رح نقدم مع بعض مولو شوكولا، يعني كعكة الشوكولا الطرية. هلا سهل كتير، بيعتمد على الشوكولا بشكل رئيسي وان شاء الله يعجبكم. وهلا خلينا نروح على المقادير. بالنسبة للمقادير حبايب قلبي بدي 4 بيضات، ظرف فانيليا، ظرف بيكنج بودر، 125 جرام من الزبدة الحلوة، 125 جرام من السكر ما يعادل 12 معلقة ونص كبار، وبدي 125 جرام من الطحين ما يعادل 13 معلقة كبيرة، وكمان بدي 200 جرام من الشوكولا تبع الطبخ، يعني تقريبا 40 مكعب من هذا الشكل، 40 مكعب صغير من هذا الشكل. وهلا بنروح على طريقة التحضير. طيب قلبي بالنسبة لطريقة التحضير، أول شغلة نقطع الشوكولا. شوفوا كيف قطعتها بهذا الشكل، بسم الله. طبعا انا بدي اذوب الشوكولا مع الزبده، شوفوا شلون الزبده قطعتها، بسم الله. في ناس كتير بتسالني انه لازم تكون المي مغليه ولا لازم نحط المي عادي فاتره وبعدين بنشغل. لا، لازم ما تكون المي مغليه، لازم تكون المي عادي، مثل يعني درجه حراره المي بالحنفيه عندكم. بتشغلوا على نار وسط مثل ما يكون شايفين، حاطط بالطنجرة مي مثل العادة لهون، أنا شارح عنها قبل هلأ، وبنترك شوي لبلش يدوبوا المي. لبين ما تغلي الشوكولا بتبلش تدوب مع المي، ما بس تكون مغلية المي بعدين بتحطوا شوكولا لتدوبوها، غلط. وكمان حبايب قلبي لازم نشغل الفرن من هلأ على درجة حرارة 180 لبين ما نخلص من الشوكولا ومن العجينة، بيكون صار عنا جاهز الفرن للاستخدام. وهلا حبايبي نحن حطينا مثل ما قلنا الشوكولا والزبدة عم تدوب على بخار الماء، بنيجي لهون بناخذ ال4 بيضات، بسم الله، وبناخذ السكر، بسم الله، ونبلش اخواني نخفق السكر والبيض، ياخذ معنا شي 4 دقائق ان شاء الله. وهلا حبايبي قبل مثل ما انكم شايفين 4 دقائق تقريبا اخذ معي، بحط بسم الله سكر الفانيليا وبحرك شوي صغيره هيك بس لحتى يدوب السكر الفانيليا. طبعا احنا بنحط سكر فانيليا افضل، بيعطي طعمي اطيب. وهلا بنجي للمرحله يلي بعدها. وهلا حبايب قلبي بناخذ منخله وبنحط فيها الطحين بهذا الشكل، وبنحط كمان فوقها البيكنج باودر. بسم الله. دائما حبايبي يفضل انه تنخلوا الطحين افضل مشان ما يطلع العجينه تطلع قاسيه، شايفين كيف؟ وهلا بنبلش نحرك، بسم الله. فيكم تحركوا بمعلقه، فيكم تحركوا بمعلقه خشب كبيره اللي بدكم اياه، بس هي يعني رح تضل سائله. انا كنت عم اخفق البيض مع السكر، كنت عم راقب الشوكولا لانه بس تدوب الشوكولا بدها شويه تحريك، شويه صغيره، يعني هيك شغله بس حركتين ثلاثه بالمعلقه العاديه بيمشي الحال. مثل ما كنتم شايفين حبايبي. وهلا رح اجيب الشوكولا مشان اخلطها. وهلا اخذت الشوكولا، بسم الله، وبدي نزله مع الخلطه. هذا بالمطعم كنا نعمل هاي الحركه سحر، انه نحن حطينا الشوكولا جوا نبلش نعمل هيك، شوفوا كيف هلا بهذا الشكل شلون تغير لونها، شايفين شلون مثل السحر. كنا نضحك على بعض بالمطعم نقول لك ما حطيت الشوكولاته، نسيت الشوكولاته وتطلع الشوكولاته جوا. وهيك بنخلطها حبايبي، خلطنا الشوكولاته بهالشكل هاي، شايفين كيف صارت منظرها كتير بشكل. وريحه الزبده والفانيليا يعني ما شاء الله عن جد رح تدعوا لي ان شاء الله. نتاكد تماما انه كله اختلط وصار عجينه وحده. وهلا رح اجيب القالب وادهنه زبده. ومثل ما انكم شايفين حبايبي انا حطيت زبده، دهنتها بالزبده للمول للقالب، دهنته بالزبده وحطيت الشوكولا بهي الطريقه، ما بتملوا ولا الاخير، ثلاث ارباع ممتاز، واذا بدكم تحطوا نص ما في مشكله، بس انا بفضل ثلاث ارباع. عملت لها هيك مرتين ثلاثه صارت بطريقه مستويه. وهلا رح احطها بالفرن اللي هلا هو صار جاهز 180 درجه لمده 20 دقيقه، وبقى على حسب الفرن اللي عندكم انتم بتراقبوا وبتعرفوا اذا صارت او لا ان شاء الله. وهلا رح احطها بالفرن وبس اطلع ان شاء الله بورجيكم النتيجه. وهلا حبايب قلبي
مثل ما يكون شايفين وصلنا للشكل النهائي. بهالطريقة هاي بنكون عملنا كعكة الشوكولا الفرنسية الطرية سهلة التحضير، ان شاء الله ما بتعذبكم. ضلت تقريبا تلت ساعة بالفرن لحتى صارت مثل ما كنتم شايفين مثل الاسفنج، طرية كتير. اذا عجبكم الفيديو حطوا لايك، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة، وانطروني بفيديوهات تانية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.